أعزائنا طلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، مجموعة من الحلقات التلفزيونية والإذاعية عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمجموعة من الخبراء والمتخصصين والمدرسين في المراحل التعليمية تحديداً للشهادة الثانوية من خلال منصة وزارة الشباب والرياضة. طبعاً ده من خلال التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف. مرحلة صعبة مهمة بتجتازها مصر الحبيبة من خلال تعاون كافة الجهات. نتمنى بإذن الله كل الخير وكل الصحة وكل السعادة والنجاح لكل الشباب المصري، ودايما وأبدا تحيا مصر. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، مرحبا بكم معنا في القوافل التعليمية الإلكترونية ووزارة الشباب والرياضة من إدارة البرلمان والتعليم المدني. فيزياء وإحدى حلقات الفيزياء هحاول النهاردة إن شاء الله معاكم نتكلم في منوعات داخل الفيزياء ومراجعات مع مراجعاتك إن شاء الله الشخصية، ويا رب نوفق سويا، ويا رب تتابعونا وتستفيدوا. إحنا بنحاول نوصل لكم معلومة إلى داخل المنزل، ويا رب الفترة الحالية اللي انتوا بتقولوا عليها محنة هنحولها إلى منحة من الله سبحانه وتعالى. عندك 24 ساعة في البيت، انت موفر 24 ساعة، حاول تستغلها بإذن الله، ربنا يوفقنا جميعا. بص معايا كده الأول عشان نتكلم من الفصل الرابع، ملخص أو كوبري الفصل الرابع. لما أقول لك هنا الإشارة سويا، ده إيه اللي انت شايفه الشكل ده؟ ده سلك فيه مقاومة أومية رمزها R. أنت موصلها فرق جهد، أنا ما قلتش فرق جهد ده مستمر أو متردد. تعالى للشكل التاني، ده ملف دائري، هذا الملف بيدخل له برضه فرق جهد وما حددناش سوا مستمر أو متردد، لسه مش عارف. أنا هقول لك دلوقتي، لكن هنا في مفاعلة من نوع تاني اسمها مفاعلة حثية. إكس علامة الشيء المرفوض، اكس مش حلو زي ما المقاومة شيء مش حلو، بس حسية برمج لها اكس ال. طب التالتة والاخيرة برضو موفر جهد متردد او مستمر زي ما هنشوف، انت موصله بمكثف، والمكثف عنده مفاعلة من نوع تاني، مفاعلة سعوية شيء سهل كلنا عارفينه. يبقى عندي تلات عناصر، مقاومة امية، مفاعلة حسية، مفاعلة سعوية. ايه اللي داخل؟ ايه المصدر؟ انا بحدد معاك لو كان جهد متردد. هنرجع للفصل الثالث، وعارفين كلنا الجهد المتردد متردد في المقدار، ومتردد يعني متغير في الاتجاه. لما نتكلم عن الاي ام اف او الفي، هنا ده الفي، الفي اهو، وادي السيتا او التايم بالثانيه او بالملي ثانيه. المهم ان جهد هنا اهو، هنا كان عامل كده، الحته دي بنسميها كلنا ايه؟ في ماكس او اي ام اف ماكس، النهايه العظمى. هنا نقطه زيرو، بتكلم على الفي او الاي ام اف اتجاه موجب، انزل تحت الفي سالب، يبقى المتردد عامل كده. ولحد هنا خلصت دوره كامله، وبرجع تاني ودوره تانيه. القيمه هنا هي اللي اتفقنا عليها، برضو اللي اتفقنا عليه، في ماكس ام يعني ماكس في اتجاه السالب، ده جهد. كلنا عارفين العلاقه بين الفي والاي، الفي بيساوي اي في ار، كلام بسيط، كلام اوم. والله الفي يتوقف عليه مين؟ اي، لا يتوقف عليه ار. طيب الار موجوده ثابته اهي بين نقطتين ا وب او ا وب، التيار لما يكون الفي في قيمته العظمى يعني يزداد، يبقى الاي في قيمته العظمى، بس كله يتوقف على قيمة المقاومة. افرض المقاومة دي 2 اوم، افرض الجهد ده 10 فولت، خليك معايا وركز كده، والار دي زي ما قلنا 2 اوم يعني اكبر من 1 اوم. لو 2 امشي ورايا كده، قول لي فاضل مين هنا؟ اي، يبقى الاي بكام؟ 5 امبير. 5 امبير اكبر ولا 10؟ 10 فولت. يبقى لو انا طلبت منك رسمة تانية فوق دي 2 في 1،
هضطر اعمل لك التيار هنا اقل ولا اكبر؟ اقل من الفي. 10 ولا 5؟ 10. يبقى هعمل الرسمه كده وانزل كده. انا ايه اللي جابني هنا؟ الفي. لما تبقى الفي بصفر شيل الواحد، يبقى الاي بصفر بزيرو، يعني الاي مرتبطه بمين؟ بالفي. طب اكمل الناحيه الثانيه وانزل كده واطلع كده وهكذا. احنا فهمنا؟ يبقى دي علاقه بيانيه بين مين؟ الاحمر ده انت اللي ترد عليا، ده اسمه ايه؟ اي. امال الثانيه دي بتاعت مين؟ دي بتاعت الفي. هل الرسمه اللي قدامي دي فيها مشاكل؟ ما فيهاش مشاكل. اللي هنا ده بيقول اي ماكس موجب وتحت وهكذا، اي ماكس سالب. افرض حضرتك المقاومه دي كانت صغيره عن 2، لا يا عم نص، والفي هرجعها تاني لقيمتها القديمه 10. مين اللي هنا؟ اي. يبقى الاي بكام؟ حضرتك حسبتها 20 مش كده؟ يبقى 20 اكبر ولا ال 10؟ لو كانت كده كنت هرسم الاحمر ده اعلى من الفي ماكس، مش كده ايه؟ يبقى الرسمه دي اسمها 2 في 1 للتيار المتردد عند دخوله في مقاومه اميه. المقاومه الاميه دي نتكلم كده عن قوانين في الفصل الثالث، قوانين الحث الذاتي للملف. هل ده ملف؟ انا عايز اتجاوب. هل ده ملف؟ يعني ايه ملف؟ كلام واضح ملفوف. هل دي فيها دايره؟ ما فيهاش. يبقى الان نمبر عدد اللفات يساوي كام؟ صفر مؤكد. لما انا اقول لك بيني وبينك قانون ومش هنتعب مع بعض، ما تتعبنيش ولا تعبك، مش ده معامل حس؟ بيساوي ايه؟ نفاذيه ميو زيرو. شكرا. ايه كمان؟ مساحه الملف، عدد لفات الملف تربيع، ولا اقول لك بلاش تربيع، ان دوت ان، فاهمني كده؟ على طول الملف. انا بتكلم على مواصفات تخص الملف. نفاذيه قلب الملف، ده لو ده مساحه الملف، عدد لفات الملف مربع طول الملف. لما انا قلت لك من شويه مفيش ولا لفه، ان بزيرو، يبقى ال ال بزيرو. يبقى دي اسمها ايه يا اولاد؟ مقاومه اميه فقط، لا حسية. فهمنا يعني ايه لا حسية؟ علشان بسمع بحسنا تجاهكم. طلبة بتقول ايه؟ يعني ايه مقاومة أمية لا حسية؟ مفاعلة حسية لا أمية. كلمة لا أمية مقصود بيها ايه؟ ارجع معايا كده لما انا قلت الار ب2 ومرة الار بنص مرة الار بمليون، انت حر. النص ده اقل من 1، يبقى دي كده تقريبا كده لا أمية. طب لو كانت 2 لا أمية. يبقى الار ليها احتمالات، ار اكبر من 1 اوم، او ار اقل من 1 اوم، ار تساوي 1 اوم. يهمني هنا دي أمية ولا مش أمية؟ أمية كبيرة. هنا اقل من 1 اوم صغيرة، يبقى لا أمية. تعالى لي هنا، هكذب اقصد هفرض ان الملف ده مقاومته صغيره قوي، نص اوم ربع اوم ايا كان، بس ليه حس ولا مش حس؟ له حس، والقانون صريح. القانون ده بنستنتجه من في الفصل الثالث، الحس الكهرومغناطيسي. اما اجي هنا بقى يا اولاد ايه اللي بيحصل؟ نفس الرسمه موجوده اهي، نفس الجهد زي ما هو اهو، جهده متردد، يعني انت موصل بدينامو تمام قوي. مين اللي فوق؟ قديمه بقى عرفناها، في ماكس موجب. مين تحت؟ في ماكس بالسالب. تمام قوي لحد هنا، دوره كامله. قالب تي تدي لي فريكوانسي او اف. ايه اللي بيحصل هنا؟ لازم تفهم. اما يكون ده دينامو، هو الفي دينامو عفوا، لما يكون ده دينامو متردد، يعني ليه تردد اه اف متردد، لما يبعت جهد هنا جوه الملف، مش الملف ده ليه حس؟ اتفقنا بالقانون. الحس بيعمل ايه في التيار اللي داخل الملف؟ بيتولد له الناحيه الثانيه قوه دفع عكسيه. انا عارف ان انت فاهمني كده. دي قوه دفع جايه من الدينامو، مقدارها لو نفتكر مع بعض ان اي بي اوميجا. مين اللي بيتولد الناحيه الثانيه؟ عفريت بقى. مين العفريت ده؟ عندي قوانين الحس. مين دي؟ ده بتساوي سالب ال
دلتا اي على دلتا تي، قوة دفعة مستحثة ذاتية لحظية عكسية. يبقى هنا عندي قوتين ضد بعض، ركز في اللي هقوله. القوة الأولانية الأصلية مترددة، القوة الثانية لحظية، مين فيهم تنتصر على الأولى؟ الأولى على الثانية ولا واحدة؟ عارف ليه؟ لأن دي مترددة، بطبيعة حالها بعد شوية ترجع في كلامها وهتبقى صفر وهتبقى ماكس، صفر ماكس. تخيل كده لما بنتكلم في حياتنا اليومية حد متردد، يعني جبان ولا جريء؟ جبان، من نفسه بيخطي خطوة ورجع في كلامه. طب والتانية دي اسمها ايه؟ قول ورايا كده، قوة دافعة كهربية مستحسة لحظية. لحظية ايه؟ لحظية دي وقتية، يعني بتصحى تقوم وتكبر وبعدين تصفر. يبقى مين اللي ينتظر؟ مين اللي ينتظر؟ ولا ده بينتظر ولا ده بينتظر، متردد قصاده لحظي، الاثنين لا ينتظروا، ومن لا ينتظر لا ينتظر. يبقى في اللقطة دي مفيش طيار، كات. اي يساوي كام؟ زيرو. امتى يا دكتور؟ لما يكون الفي ماكس عند النقطة دي. انزل معايا، سهلة قوي، ارسم لك الرسمة من اول المقطع ده، زمن ربع دورة، كمل ورايا بقى مشوارك. هرسمها زي ما هي، انا زيك اهو، اقطع من هنا وانزل كده اهو، اذا غلطت قول لي انت غلطت، كمل ارجع تاني. مش هي الرسمه دي اللي فوقها؟ بس انا بدات من عند اللحظه المرسومه قدامك. الفي ماكس اهو، لما كان الفي ماكس وهو في قوته العظمى متردد جبان مش هيكمل، هيرجع للصفر. لما ده يبطل، ده هيبطل، بس لما ده يبطل عشان هو عنادي. احنا قلنا في الحس الكهرومغناطيسي فصل العمالقه، فصل العبقره. الحس الكهرومغناطيسي عشان خاطر لينز بيقول يكون اتجاه القوه الدفع المتولده بالحس في ملف بحيث يعاكس اتجاه التغير الحادث والمسبب له. انت جاي تخش عليا بقوتك العظمى؟ لا، مفيش تيار. لما تبطل هدي لك قوة دفعة عكس الكلام. تديني قوة دفعة عاملة ازاي؟ قوة دفعة كهربية مستحسة لحظية طردية. يعني ايه طردية؟ هتمشي في نفس اتجاه البطارية او المصدر الدينامو اذا كان موجود. يبقى معناها وفي هذا في هذا التوقيت او في هذه اللحظة او في هذه الفترة اللي كان فيها الاي ام اف عظمى، هيبقى التيار صفر. لما يبطل يبقى التيار كبير. التيار كبير لحظة لما تبقى انت صفر، يبقى نعلى لفوق وننزل كده. وهقول لك تاني انا بعمل ايه. مين القمة دي؟ اي ماكس. مين القمة اللي تحتيها دي؟ في ماكس. مين اللي اكبر؟ اي. ارجع منين معاك؟ قوم. مش احنا قلنا هنا كده بالافتراض الفيزيائي كانه مقاومة لا أمية، يبقى التيار أعلى ولا لا؟ أعلى. يبقى الرسمة دي 2 في 1، أدي أي وأدي في، اتلخبطنا فهمناها، ده 2 في 1. المكثف عكس دي بالظبط، أوعى تتلخبط. حضرتك في البيت عندك شاحن، لما النور بيقطع الشاحن بيشتغل، اللمبة بتنور مع إنها متصلة بجهد متردد. طب لما النور اشتغل الشاحن بيطفي لوحده، ده مكثف. بمعنى ايه؟ لو انا رسمتها معاك بسرعه هتفهم على طول. ادي المفروض ان ده بيدي تيار. مين اللي اشتغل الاول يا شطار؟ يا ترى التيار ولا الجهد؟ في حاله المكثف انت موصله ببطاريه، اسف، وصله بدينامو، انت حر. لو وصلته ببطاريه، البطاريه عندها جهد. لو حي المكثف فاضي بينهم فراغ، الدائره مفتوحه، بس هيتشحن. يعني ايه يتشحن؟ هياخد من البطاريه لحد ما يبقى جهده قد جهد البطاريه، سواء كانت دي بي او في ماكس للدينامو اللي هي ان اي بي اوميجا. طيب اتشحن، تمام الشحن، بقى هنا موجب وهنا سالب، نفترض هيبطل التيار. يبقى التيار سبق ولا ما سبقش؟ يسبق. هنا قلنا مين سبق، مين بدا الاول؟ هنا اللي بدا اي ام اف
الاسود ده كان بدايته قبلها، يبقى في فرق طور مقداره ربع دوره يعني 90 درجه. هنا العكس، هنا التيار هو اللي بيشتغل في البدايه يتقدم على الجهد. لو قلت لك اي كبير وانت فهمت بقى المقاومه الاميه معدومه تقريبا فرد فيزيائي، لو قلنا ده الاي اي ماكس اهو ده اي ماكس يبقى الفي صفر، لما يبطل التيار يبقى ده اتشحن، يبقى الجهد يبتدي من هنا. هطلع معاك اهو مش كده ولا ايه؟ هنا الجهد عالي يبقى بدا من هنا ويكمل كده ما ده صفر يشتغل وهكذا. مين اللي بدا؟ التيار بادئ قبلها. يبقى التيار يتقدم على الجهد بربع دوره، الجهد يتقدم على التيار بربع دوره، كلاهما يتفقا معا في التردد او في الطور او في التوقيت، توقيت التردد. وبكده اعزائي الطلبه والطالبات نكون قد وصلنا معكم الى نهايه حلقه اليوم، وحتى نلقاكم على خير باذن الله، لكم كل الامنيات الطيبه مع تحيات اسره وزاره الشباب والرياضه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.